يقال عن رياضة الملاكمة بأنها واحدة من الرياضات اللي تعزز الثقة بالنفس وتعطي شعور بالقوة الجسدية والعقلية. طبعا هذه الرياضة قديمة، ولكن الجديد هو تزايد عدد الفتيات اللي حابين يتعلموها ويحترفوا فيها. الموضوع يا جماعة ما له علاقة بالعنف أبدا. وعشان توضح الصورة أكثر عبر سكايب أرحب بضيفتي مدربة الملاكمة نواف اليوسف. اهلا وسهلا فيك نوف، منورتنا في ساعة شباب. مساء النور حبيبتي. بداية نوف، احتاج تعليقك على من يوصف هذه الرياضة بانها رياضة عنيفة، رياضة يمكن صعبة شوي للبنات. اعتقد في البداية ان اي شيء الواحد يجهل او ما يكون عنده معلومات كافية فيه يخاف منه، صح؟ يقول لك الخوف من المجهول. بس لما ندخل شوي يعني ديبر ونركز أكثر على لعبة الملاكمة، نستوعب أنها هي شوي علم أكثر من أنها عنف. يمكن كثير يقولون أنها كيف هي علم، هي قاعد نشوف دم جوا الحلبة. العلم منها أن هي فعل بردة فعل، يعني كأنه لما أحد يحاول يضربك بس أنت تبغين تبعدين عشان ما تجيك الضربة. فبيسكلي الملاكمة ممكن نختصرها بشيء بسيط، أنها علم فعل بردة فعل. يعني ممكن نقول ان علم ومعادلة حسابية في نفس الوقت، يعني القوة هي مفتاح للشعور بالثقة. فهذه المعادلة كيف نقدر نحققها اليوم في لعبة مثل الملاكمة؟ سو بالنسبة للثقة للنفس، هي يعني من الأساسيات للعبة الملاكمة أو أي لعبة رياضية، لأن دائما حتى لو كنت متجهزة تجهيز كامل وتدريب كامل نفسي وجسدي وما كان عندك ثقة بالنفس، ممكن يجيك الخوف داخل الحلبة أو داخل أي منافسة ولا تقدرين تلعبين صح. وبالنسبة للقوة، هي مكمل للثقة بالنفس، إنه لازم إذا كان عندك ثقة بالنفس راح تزيد عندك القوة، وإذا كان عندك قوة الثقة بالنفس كمان عندك راح تزيد. ما شاء الله عليك كابتن نوف، يعني صراحة واضح خبرتك الكبيرة في هذا المجال، وتقريبا لك 4 سنين مدربة ملاكمة، فنبغى نعرف تجربتك في هذا المجال وكيف أيضا تطور معك الموضوع. تمام، أنا بديت تقريبا ألعبها قبل 6 سنين. أول ما مارست اللعبة واكتشفت إيش هي الملاكمة، أنا ما كنت أعرفها، ما كنت أعرفها من ناحية اللعب أو الممارسة، بس كلنا نعرف إيش هي الملاكمة. ممكن أكثر آيكون أو أكثر شخص مشهور نقول محمد علي، لأنه he's the legend in boxing، صح. بس مو كثير مارس اللعبة. فلما مارستها أول مرة كانت في بريطانيا، كنت رايحة معسكر رياضي، ومن واحدة من الرياضات اللي موجودة في المعسكر هي الملاكمة. فحطينا القفاز أو الجلوفز حق الملاكمة، وقالوا يلا رح نضرب على اللي هي الفوكس باد أو المت اللي يمسكها المدرب. بعدين أول ما ضربت جاني كومنت أو تعليق من المدربين واللي موجودين هناك إن ضربتك قوية. أنا ما كنت أدري إيش فايدة الضربة القوية في الملاكمة. بعد ما خلص الكلاس حسيت ان الموضوع شيق، يعني ان ليش ما اجربها. فرجعت السعوديه، رجعت الرياض، كان عندي عطله وكنت فاضيه ما عندي شيء اسويه، فقلت خليني امارس شيء مفيد. فكنت ادور على مدربين ومدربات، ولقيت احد يساعدني في هذا الموضوع، وبديت امارسها واشوف ايش قوة ضعفي، ايش قوه نقطه القوه عندي فيها. بعدها بعد ما مارستها لفتره، رحت أنا بريطانيا أخذت شهادة بالتدريب الشخصي أو الماستر ترينينج كمدربة، بعدين تخصصت أكثر في الملاكمة ورجعت أدرب. ما شاء الله. طب يمكن فرصة أيضا نعرف منك ونتعلم أكثر من خبرتك في هذا المجال، ولكل البنات اللي حابين أنهم يدخلوا في هذه الرياضة وتحديدا يعني رياضة الملاكمة، فنبغى نعرف إيش نوع الدورات أو التدريبات اللي حصلت عليها. أنا حصلت على اللي هي الماستر ترينر سيرتيفيكت أو كورس من بريطانيا، كان مدته شهر ومكثف، عن التدريب الشخصي وتدريب فئات مختلفة من الرياضيين.
برضو أخذت شهادة من مانشستر اللي هي حقت هاتن أكاديمي، هي أكاديمية أحد ملاكمين المعروفين البريطانيين، أخذت شهادة منها بالملاكمة. وبعدها رجعت بعد سنة 3 سنين، آخر شهادة أخذتها هي من الاتحاد السعودي للملاكمة اللي هي ناشنال كوتش، كانت أول دورة يقيمونها. ما شاء الله تبارك الله، يعني كوتش نوف تشاركي في بطولات وفعاليات موجودة عندنا هنا بالمملكة أو خارج المملكة، قولي لنا عنها. آخر الفعاليات أو التعاون اللي كان، كنا نسوي وركشوب أو ورشات عمل لتعليم أساسيات الملاكمة. كان في تعاون بيني وبين أحد النوادي في الخبر من مع الكوتش فاطمة نعيمي عشان ننشر اللعبة أكثر، نعلم السيدات أو الفتيات المهتمين بالملاكمة إيش هي الأساسيات، إيش هي نقطة البداية، وبعدها يختلف من شخص لشخص إيش أهدافهم، وراح يبدون يعني راح يروحون للنقطة الثانية. بالنسبة للبطولات صراحة ما حصلت لي فرصة إني أشارك في بطولات محلية أو دولية، كان في مفروض بطولات أشارك فيها بس ما حصلت الفرصة، بس بإذن الله إن شاء الله راح أشارك في البطولات الجاية للمملكة إن شاء الله بإذن الله. وكلنا فخر فيك كوتش نوف. طيب يمكن حبيت هدفكم صراحة، وأنكم بتحاولوا جاهدين نشر الوعي وخصوصا بين الفتيات حول هذه الرياضة. يمكن كثير نعرف عن الملاكمة، ويمكن بعض المفاهيم الخاطئة اللي نعرفها رياضة صعبة، رياضة عنيفة، رياضة فيها دمان، بس وفي بعض القوانين اللي فعلا تحتاج شرح. فياريت يعني كوتش نوف لو تاخذينا في جولة سريعة على بعض أهم القوانين في هذه الرياضة. تمام، لو راح نحكي عن البروفيشنال سايد من أو الاحتراف من الملاكمة أو كهواة ممارسينها كبطولات، لازم ما يكون في استخدام للجزء السفلي للجسم هو ككيكس أو رفس. في كثير ناس يحسبون أن الملاكمة هي نفس الكيك بوكس نفس الموي تاي التايلندي، بس هي بس تعتمد على الجزء العلوي من الجسم اليدين وحركة الرجل، بس موفمنت تحريك في حركة الرجل ودفاع عن النفس من ناحية الجلوفز والتحريك الرأس. هذه بالنسبة للحلبة، هذا قوانين هي 3 جولات تكون 3 دقائق دقيقة راحة لين ما تنتهي المنافسة نفسها أو الثري راوند بفوز يا الكورنر الأحمر أو الكورنر الأزرق. جميل جدا صراحة، حمستيني كثير أني أجرب هذه الرياضة. لازم تبدأ إن شاء الله بإذن الله من بعدك، وإن شاء الله بإذن الله جيك رياضة تدربيني بنفسك. والله يشرفني، سعيدة والله. يعطيك العافية وفخورين فيك كثير، وبإذن الله تأخذي بطولات ومراكز متقدمة في الفترة الجاية ومستقبلا. شكرا لك، يعطيك العافية. يعطيك العافية، شكرا لاستضافتكم. بالعكس، واجبنا. مشاهدينا مكملين معاكم، وبعد الفاصل راح نولع في أجواء الاستديو مع الدي جي ماز. طعمها سكري زي الملبن